تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده معي انا محمد عواد، بتيجيكم عبر قناه سيلفي سبورت الاكثر تنوعا من حيث اشكال وافكار المحتوى، عشان هيك بقول لكم تشتركوا فيها. حلقه اليوم ما فيها لا سكريبت ولا شيء مكتوب. حلقه اليوم بعد انهيار يوفنتوس الكبير امام ميلان. يوفنتوس انهيار كارثي، سقوط مخزي امام ميلان، يعني بصراحه احرج كل جماهيره، واعتقد كثير منا يعني بالسوشيال ميديا كانوا يتمنوا لو يسكروا الحسابات ويقعدوا، يعني بلحظات بعض الاحيان الواحد بيتمنى لو انه بيقدر بس يسكر الحسابات وما يقرا وما يشوف وما يسمع وما يحضر. خليني يعني نكون واضحين، بجوز كثير منكم بيعرف ان انا بشجع اليوفي. تحميل المسؤوليه كلها لبيرلو هذا قمه الخطا وقمه الظلم، وهذا اللي حيرجعنا 100 سنه لورا كيوفي. بيرلو مش الستاندرد المطلوب، مش المستوى المطلوب 100%، اخطاء كثيره، افكار مش واضحه، تغييرات غريبه، لاعبين ولا واحد فيهم عم بيحط احسن ما يمكن، هذه كلها مساله مدرب بلا نقاش. بس هذا مش المشكله، هذا العارض. انا بالنسبه لي اللي صار مع بيرلو هو العرض تاع المشكله الاساسيه. المشكله الاساسيه انه ما عدنا نشعر انه هذا اليوفي هو اليوفي اللي احنا شجعناه. واليوم كان في عنوان توتو سبورت جاء فيه نص واضح، فريق بيرلو، يعني ما عدنا نشعر انه هذا الفريق هو اللي تشجع وهو اللي وقف مع جمهوره بعد الكالتشوبولي. انا بحضر يوفنتوس من زمان كثير، يعني ممكن بحكي من 93 94، نحكي عن رقم كثير قديم. مرتين بس بحياتي اجوا اني جد ما اطيق اشوف مباريات يوفنتوس واهرب منها، فعليا اهرب منها، القى حجج لنفسي واهرب منها. فتره تشيرو فيرارا وفتره بيرلو. ويبدو انه اليوفي منحوس يا اخي مع لاعيبته السابقين الا انطونيو كونتي. اللي صار مش هلا بلش، اللي صار فيه مشروع رياضي مشوه في يوفنتوس، بقوده ناس فعليا عقلهم بطل كثير رياضي. خليني اكون صريح، انا بحب انيلي والجميع، اي مشجع لليوفي له فضل انيلي الحالي على اليوفي، بس هالرجل بلش كثير مهووس بقصه التجاره والفلوس، وهذا حقه لانه بالاخير الفلوس بتجيب النجاح الرياضي، بس ما عرف يوازن هو عم بيتحرك. تغيير شعار قلنا اوكي، تغيير قميص قلنا اوكي، بس الموضوع صار في نوع من الاوفره بعدين، يعني راح يعمل لي بطوله ينقذ كره القدم العالميه، هو مش عارف ينقذ بطولته. في اوفره وتجديد مش طبيعي على فكره، بدنا نجيب دوري الابطال. يا اخي نادي واحد انا شفته اخر 20 سنه كان مهووس بدوري الابطال اللي هو ريال مدريد، هو بده يجيب العاشره. بعد ذلك ما عاد حدا مهووس، ما في نادي في العالم مطالب يجيب دوري الابطال دائما، خلص العب لعبك واعمل فريقك وجيب دوري الابطال. هذه ناحيه، ناحيه ثانيه تعالوا شوفوا تشكيله يوفنتوس، هل هي تشكيله بتجيب دوري الابطال كدوري ابطال؟ يعني ما تيجي، يعني اكيد فيها نواقص، فيها نواقص واضحه. كل فريق جاب دوري ابطال اولا كان عنده مدرب قوي وعنده اسلوب قوي، واحنا استغنينا عن المدرب القوي واللي عنده اسلوب قوي اللي هو أليجري، وعنده ظهيرين ممتازين واليوفي بنعرف ما عنده ظهيرين اصلا، وعنده لاعبين وسط ثقال واليوفي ما عنده ولا لاعب وسط ثقيل. هاي المواصفات اللي بيجيب دوري الابطال، واليوفي فعليا ما عنده هذا الشيء. فانت عم بتجيب بتحط هدف وبتعطيش ادوات لتحقيق الهدف، هذا الشيء. الشيء الثاني مسألة انه الهوس بدور الابطال دائما عم يحبط الفريق بعد طلوع من دور الابطال. شفنا نهاية الموسم تبع أليجري، نهاية الموسم مع ساري بعد الخروج، يعني دائما لما تحس حالك خارج من الابطال الفريق بيهبط هبوط مش طبيعي. شفنا هذا الموضوع مع أليجري اخر مرة، وشفناه ايضا مع بيرلو هالمرة بشكل غريب. يعني الفريق هذا صار يعني يعتقد انه لازم يجي دور الابطال، وهذا هوس غير مبرر. حتيجي دور الابطال لما تشتغل صح. تعالوا نشوف تشكيلة اليوفي ايضا مرة ثانية. كم لاعب فيها انجاب من هالنادي، وشو هالاكاديمية اللي على الفاضي؟ سكروه. سكروا إذا هالأكاديمية مش عارف تطلع لعيبة، مش عارف تحط لاعب بيفرق معاه القميص، هدول اللي بتجيبوهم من كل العالم. بالأخير لا يوفنتوس بدفع أحسن رواتب، ولا الدوري الإيطالي أحسن دوري، فليش بيضل معك؟ يعني بعد سنتين ثلاثة بكون نفكر نروح على بلد ثاني بتدفع أحسن بنشهر أكثر. فنتكلم يعني عن المنطق، المنطق أنت ما عندك ناس فعلياً إلا هالكيليني تقريباً اللي فارقة معاه شو بصير في الفريق. الباقيين بيجوا سنتين ثلاثة وبروحوا، يعني هوس دوري الأبطال ما بيعنيهم، ما جبتوه الله معكم بنروح على مكان ثاني بنجيبه. يعني شو بده يجبر ديليخت يضل معك 20 سنه يحاول لدور الابطال وهو في 100 نادي حيطلبه بعد سنه؟ هذا مساله الانتماء، مساله العنصر الايطالي كانت دائما تميز اليوفي، غابت، وانا اعتقد هي جزء اساسي من شخصيه اليوفي اللي تغيرت. تعالوا نحكي عن التشكيله ووضع الدوري، طبعا هون بتلام بيرلو اساسا، بتلام بيرلو لانه تشكيله اليوفي الحاليه بيجيب الدوري الايطالي ببساطه، بهذا السلبيات انا حكيتها. التشكيله الحاليه هي تشكيله بتقدر تجيب الدوري الايطالي لانها تشكيله افضل من معظم الانديه بالدوري الايطالي. ما تقارن ليش اياها دايركت بالانتر، لانها ما بتتقارنش هيك، بتتقارن مع الانديه الاخرى. انت بتلعب 18 مباراه غير الانتر في مرحله الذهاب وزيهم في الاياب، فمش بس مباراه تشكيل مباشر. تشكيله اليوفي حاليا افضل من 18 فريق بايطاليا، ومش اقل من تشكيله الانتر. الفرق كان هون في المدرب، هذا واضح جدا. بس كمان في تصريحات كثير انه هالاداره عم تتدخل كثير في كره القدم،
تلميحات من أليجري، تلميحات من أكثر من شخص، يعني صار بلشت أحس إنه أنيلي قلب بارتوميو بالعقل. يعني أوكي ما بيطفش لعيبة، ما بتمشكل مع لعيب، بس عم بتدخل، وهذا مش دوره. يعني أنت رئيس نادي، وأنا أعتقد هو المشكلة الآن، أصبحت المشكلة لما أشوف انهيار عام، لاعبين كلهم أقل من مستواهم، اختيارات وتغيير مدربين سيئة، نتائج سيئة، دخول بقرارات خاطئة زي دوري السوبر الأوروبي وغيره، سياسة انتقالات مش منطقية بعض الأحيان، بنجيب لاعب 45 مليون في مركز إحنا ممكن ما نحتاجه، وبننسى المركز اللي بنحتاجه بيكون متوفر لاعب بقيمة 20 مليون، يعني في فوضى. وأنا بلشت فعليا أشبه أنيلي في بارتوميو، كان بنى عمل، لكن آخر سنتين ثلاثة الزلمة عقله راح على مكان تاني. ما بعرف هل هذا مطلوب من الملاك إنه بدنا فلوس وسيبك من كرة القدم، وهذا خلينا نتحول لمشروع تجاري وربحي، ربما. بس طبعا لما بدهم يغيروا هذه الجينات للنادي، بدهم يغيروا شخصية النادي، بدهم يغيروا أهداف النادي، بدهم يعرفوا إنه كثير جماهير ممكن ما تضل معهم، ممكن تجيهم جماهير جديدة مقتنعة بهذا الموديل. بس جماهير اليوفي اللي تعودت على شخصية معينة، جينات معينة، رغبات معينة، طريقة إدارة معينة، ما أعتقد يتغير. هذا الفيديو فضفضة مطلقة ما فيش فيها أي معنى ولا إشي مكتوب. زي ما حكيت نوصل هون لنهاية هاي الحلقة، بتمنى أنكم تتركوا لايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.